السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في موقع لالا بلوس. اليوم مرة أخرى خرجنا الشوارع المغربية نسولوا الناس اللي داخلين يديروا العرس دابا، واش من رأيهم شنو أحسن حاجة، يديروا عرس كبير، يديروا عرس صغير، ولا ما يديروش عرس كاع ويقتصدوا في الفلوس؟ نشوفوا الأجوبة ديالهم. بغيت نسولك الشريف، رأيك واش الواحد في هذا الزمان وفي هذا الوقت يدير عرس كبير بالفلوس وبالجوق وبداكشي، ولا يدير غير عرس صغير على قد الحال؟ طول واحد خصو يدير عرس متوسط على قد الحال، غير ما كبير انت جيتي فلوس متوسط على حسب الاستطاعه ديال بنادم. كان عندهم الفلوس والمدخول يديروا عرس كبير، ما عندهمش يديروا السكنه، حسن ما يعيشوا عائلاتهم بجوج في المشاكل، عائله العروسه في المشاكل وعائله العريس في المشاكل. هاد المشاكل كيكونوا فيهم زعما في العرس، ماشي في العرس، في الفلوس. لكن الفلوس في الفلوس غير باغيين عرس كبير، نقافات، قاعه، شحال ديال الحوايج، لا ما يديروا دارهم اللي غيعيشوا فيها، لا ما عندهمش. اللي عنده فلوس راه يدير عرس كبير، ما عنده شي راه يمشي داكشي اللي قسم الله يديره وصافي. ولكن احسن حاجه شنو هي؟ كيفاش احسن حاجه؟ احسن حاجه بالنسبه لك واخا عنده الفلوس، عنده شي يدير داكشي اللي قسم الله وصافي. اللي قسم الله شحال ما خصو باش يدير واحد العرس صغير؟ شحال تلم فلوس؟ خصو واحد مليون ونص ولا جوج المليون. اش غدير ليه مليون ونص؟ واش بغا؟ غادي لي كبير 10 ولا 30 مليون، فين غايجيبها؟ يدير بها السكنه فين يسكن؟ على كل واحد والجهد ديالو. ولكن إذا كان عندك الجهد ماشي دوك الفلوس، من الأحسن أنك تسافر بهم ولا دير بهم الدار ولا ياك؟ لا من الأحسن، من الأحسن نسافر ولا كيما قلتي. والعرس على قد الحال شحال خصوص الفلوس مثلا؟ وكل واحد عرس ما مقاداش. شحال؟ كاينة 20 مليون، كاينة 10 المليون، كاينة 10 المليون عرس على قد الحال؟ على قد الحال. هاي 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 5 المليون، هذا 10 المليون راه عرس نيت، راه خص عنده الفلوس اللي غيدير 10 المليون. على قد الحال انا شت عراس فيهم على قد الحال 10 المليون. كله على قده، كله يدير على قد الحال. ولكن النصيحه شنو هي؟ لاباس عليه يدير على قده، اللي ما عندوش يدير على قده. ما كتشوفي شنو كيعيقوا الناس فاش كيديروا دوك العراسات غاليين؟ كيعيقوا بزاف، ولاش داك الشيء؟ اي هي بصح. انت اش كتبغي؟ تبغي تمشي العرس فيه 30 40 مليون ولا تبغي العراسات صغار؟ بسيط بسيط. شحال خصو عرس بسيط؟ شحال الفلوس؟ واه دابا كلشي غلا، واخا ديري عا بسيط راه خاصو 2 المليون. 2 المليون شنو فيها 2 المليون؟ فيها النقافه و... فيها كلشي. النقافه بشحال؟ واه اللي بغى يتعلق فين يتفلق، راه غادي يدير ساعه ديال الهزطاره دايزه، وداكشي شنو راه كيبقى وراه المشاكل. شنو هاد المشاكل اللي كيبقى وراه؟ يبقى وراه الكريدي، ويبقى وراه كاين اللي كيدير عرس بالكريدي يبغي يبان، وكاين اللي كيدير على قدو. كيدير بلا ما نديرو العرس الا كانت 10000 درهم، كاينه ولا ما كاينه؟ كاينه كاينه. واش نديرو بفلوس العرس؟ ونسافرو بهم، نجهزو بهم الدار. كاين واحد يكون اقتصادي، اقتصادي حسن، حتى دابا هاد الوقيته ما العرس ما بقاش عنده شي حاجه، ملي كان فرش دارو وهادي راه حسن ليه، حسن ليه. اش غيدير مليون؟ اش غيدير مثلا اليوم؟ اش غيجيب بها؟ واش نقافه ولا لا؟ لا نقافه لا، ما فيها نقافه والو، عائلتو فاميلتو داكشي يعرض عليهم ويدير لهم شي براكه ياكلوا ويديروا في حالاتهم صافي، هادشي اللي كاين صافي. دوك نصيحتك للشباب بلا ما يديروا عرس؟ والشباب مساكن فينا هما، فين هي الخدمه؟ فين راه يخدم؟ فين راه يصور الفلوس؟ فين هادشي اللي كاين؟ بلاش نصيحتك انت دابا مزوج؟ مجوج. نصيحتك للشباب دابا يديروا عرس كبير ولا عرس صغير؟ ما يدير كاع العرس كاع، ما يتزوجش كاع. لا يتزوج، ولكن العرس لا. صافي تبارك الله. ما بقى عراس دابا. ما عراس. ما جيبوش الداودي، الداودي يصنها جي غنيو لينا. لا. علاش لا؟ ما بقاش هذاك الشيء، ما بقاش. لا أنا في نظري إلا كان خدامين بجوجهم يديروا عرس كبير، لأن عندهم غير مرة في الحياة، كيبقاو يشوفوا وليدات وليداتهم وليدات وليداتهم، والسكنة راه كتجي غتجي من بعد، إلا كانوا موظفين غادي غادي يديروا السكنة. والعرس عمرة في الحياة ما كيتعوضش، كتبقى دائما نادبة عليه العروسة والعريس، كيقولوا علاش ما درناش، علاش ما صورناش لوليداتنا، ولا كيديروا دوك التصاور كيبقاو يوريهم لوليداتهم، والوليدات كيفرحوا واش درتوا هذه واش درتوا، باش يبقى كل شيء غادي يدير العرس لوليدات هما ملي كبروا، يقولوا نديروا بحال مامانا وبابانا ياك، إما السكنة اللي بغى سيدي ربي غايجيبها يجيبها، سمعتي؟ والعرس راه غير مرة واحدة في الحياة، مرة واش الواحد كيتزوج مرات؟ مرة واحدة اللي كان كيتزوج المرات ولا ثلاثة المرات؟ لا 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 مرة واحدة، مرة الوحدة ويكون الثبات ويكون العقل مع الزوجة والزوج، يعيشوا مخيرين ولدوا وليداتهم، هذيك هي الدنيا وما فيها. دابا إذا بغينا نديروا عرس بسيط في هذا الزمان شحال خصنا عرس بسيط؟ شحال الفلوس؟ أختي جيبي شي 100 مليون باش نديروا عرس. 100 مليون عرس بسيط؟ بغيتي نديروا اللعب يضحكوا علينا الناس. عرس بسيط. عرس زوين.
وعرس خايب راه العائلة مو باه وصافي هادشي اللي والعقد صافي العقد هذا هو الزواج. اما شي عرس مزيان يمشي عرس والله ما احسن العرس يديروا السكنه يهني امه ويهني هي تهني امها تهنى وتحنى تهنى وتحنايا